تخضع منطقة حوض المتوسط وخصوصا الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان إضافة إلى شمال السعودية لمنخفض جوي يحمل رياحا قطبية وثلوجا وأمطارا غزيرة. في لبنان غطت الثلوج المرتفعات والجبال حتى أنها لامست مناطق لا ترتفع عن البحر أكثر من 400 متر، كما تدنت الحرارة في المناطق المرتفعة إلى ما دون 6 درجات تحت الصفر. وتساقطت الثلوج على معظم المدن والمحافظات السورية، كما شهدت هطول أمطار غزيرة مع تدن في درجات الحرارة. تأثير جويس وهي العاصفة التي تضرب الشرق الأوسط شملت الأردن أيضاً، ففي عمان تدنت الحرارة إلى نحو 6 درجات مصحوبة برياح سريعة وباردة، وتفاوتت آراء السكان بين مرحب بالأمطار ومن يخشى مزيدا من الإغلاق وبالتالي المزيد من التعطيل. إذا كان في مطر وهذا كان خير من عند الله، بس ما بدنا تروج وهذا ونسكر، احنا سكرنا بالعطل الأمراض الوبائية بكفي، هلأ بدنا حتى لو في تلج نشتغل. برد مظبوط شديد جدا، يعني وحضروا لنا أيام من 10 أيام حتى ضربوا الأسواق. إن شاء الله تكون أمطار خير وثلوج خير إن شاء الله على البلد، وإن شاء الله تظل هيك الأجواء حلوة. الأراضي الفلسطينية بدورها شهدت أمطارا غزيرة ورياحا هوجاء تراجعت معها الحركة في شوارع رام الله والمناطق المحيطة بها. أما في القاهرة يسيطر طقس شديد البرودة على العاصمة المصرية إضافة إلى السواحل الشمالية الغربية التي تشهد أيضا رياحا نشطة. ورغم سرعة الرياح والطقس الماطر حافظت الملاحة الجوية على حركتها الطبيعية التي بدورها تأثرت بفيروس كورونا وإجراءات الإغلاق والاحتراز حول العالم. أما شمال السعودية فقد شهدت بعض المناطق هطولا خفيفا للثلوج مع توقعات بهطولها بكميات في ساعات الصباح الأولى ليوم الغد في منطقة تبوك كبرى مدن الشمال.